صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الخميس 21 أيلول. السلاح بإيد الأطفال، إنجاز جديد من إنجازات التخلف، الحفل السنوي لنويدة مبروك بميدان سبق الخيل وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن روي جريش، أمين سر لجنة الشبيبة بالمجلس الرسول العلماني، لنحكي معه عن نشاط كوبا كاثوليكا الرياضي وأيضا أهدافه. وضيفتنا الثانية لليوم هي سابين شقير، المديرة الفنية لمشروع الكرفانة، لنحكي معها عن المشروع الجديد المتنقل. إنما البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ حسان المصري. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضل. نعم، بالنسبة للحالة العامة، كتل هوائية معتدلة ورطبة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة. اليوم طقسنا غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، ما في تعديل بدرجات الحرارة بالساحل، عنا ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالجبل وبالبقاع. بكرة الجمعة غائم وضباب على المرتفعات، الرياح ناشطة. بكرة بعد الظهر بيتحول لغائم وبداية انخفاض بدرجات الحرارة. عنا احتمال تساقط رذاذ متفرق بالمناطق الشمالية وارتفاع موج البحر. نهار السبت غائم جزئيا، ضباب كثيف كمان، يعني ضباب مسيطر ثلاث ايام، وعنا انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية بالتحديد، خاصة على الجبال العالية. درجات حرارة اليوم بالمناطق الساحلية بتراوح من 21 ل 31 درجة، بالمناطق الجبلية من 15 ل 26، بمناطق الأرز من 13 ل 23، وبالداخل بالبقاع من 15 ل 33 درجة. اوكي، وقت ترجع تنخفض بالأيام اللي جاية قد بتوصل؟ نعم، بكرة الجمعة حنوصل ل 32 درجة الأقصى، بالجبل حترجع لل 25، بالبقاع حترجع لل 31. كمان السبت أكيد حنشهد انخفاض بدرجات الحرارة مثل ما قلنا. نعم، والرطوبة؟ الرطوبة عم تسجل الماكسيموم تاعها 80%. نعم، يعني التأس شوي اللي جايين عليه أبرد من يلي شفناه هلا بالأيام الأخيرة. مزبوط، هلا البرود هيدا اللي عم يجي كأنه هو برود ثابت، يعني يمكن الحرارة اللي حنوصل لها ما حتعود مبدئيا ترتفع. هذا حتى المي بلشت تبرد. مزبوط، يعني خلص وقت إنه يتغير التأس كمان. صحيح، بداية فصل الخريف كمان اليوم يمكن. مزبوط. طيب اوكي، لكن نحن بكره بنحكيكم باتصال جديد، يعطيك الف عافيه. صباح الخير جوال. صباح الخير لك، لكل يلي عم بيتابعونا. جوله على ابرز عناوين الصحف يلي صدرت اليوم ببيروت. الخميس 21 أيلول 2017، مثل العادة أول محطة بتكون مع النهار، وفي عناوينا: عون وترامب في نيويورك، أزمة باردة، كلمة عون أمام الأمم المتحدة اليوم تتضمن الموقف الثابت من النازحين، الحريري أكد لبر قدرة الحكومة والداخلية على إنجاز البطاقات الممغنطة. ضمن أسرار الآلهة، تراقب جهات مالية إطلاق مشروع كبير، تدور شبهات حول الشركة التي ستتولى تنفيذه لأن سجلها يخلو من أي مشاريع كبيرة مماثلة. تجري اتصالات لتحويل لقاء سيدة الجبل إلى نواة حركة سياسية معارضة شبيهة بحركة 14 أذار. تسجل زيارة بطريرك الروم الكاثوليك إلى رأس بعلبك والقاع السبت لغطا لكونها الأولى له والتي تحط في منزل نائب حزبي. أعلمت إدارات مدارس كاثوليكية أساتذتها بدفع الرواتب الجديدة ابتداء من تشرين الأول بعد إعداد موازناتها، خلافا لما ذهب إليه المطران حنا رحمي باعتبار القانون غير موجود. وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم الدكتور فريد الخازن، والمقال لليوم بعنوان: أمريكا والعالم، الأوعية المتصلة بين أمريكا، ترامب وكوريا الشمالية. من النهار إلى عناوين صحيفة الحياة: ترامب يحسم قراره وإيران تهدد بردود موجعة، الجبير يرجح عدم التزام طهران الاتفاق النووي، وماكرون يقترح تدعيمه. عباس: حل الدولتين أو مراجعة استراتيجية شاملة لخياراتنا. برزاني: لا يجدها كافية وبغداد ترفض السقوف الزمنية، والسعودية تقترح العودة إلى الاتفاقات والدستور، مبادرة معصوم تفشل في تفكيك أزمة استفتاء كردستان. مقتل 3 عسكريين روس و850 إرهابيا في إدلب، وتوجه إلى إعادة فتح معبر نصيب، هزيمة مزدوجة لداعش في الرقة ودير الزور.
سلامي يطلع الدول الكبرى على خطة الحل في ليبيا، أكد للحياة استنادها إلى تفعيل برلمان الشرق. وأيضا في الحياة، علي صالح طالب أنصاره بإحياء ذكرى 26 سبتمبر في المحافظات. الحوثي يحتفل اليوم بثورة الولاية في صنعاء. وبختم الحياة بقلم زهير قصيباني والمقال اليوم بعنوان أكثر من حرب أكثر من صفقة. بعناوين صحيفة المستقبل، الأمن منسوك، الأمن ممسوك ولا خوف من فزاعة التوطين. المستقبل تواكب جلسات الحكومة في المحافظات وملف خاص عن المشاريع الإنمائية بدءا من السبت. زلزال مكسيكي مدمر وصورة تابعة لها العنوان، لعمال إنقاذ ومتطوعين عم بيرفعوا أنقاض مبنى بحثا عن ناجين أو ضحايا بمكسيكو سيتي مبارح من بعد وقوع الزلزال. مبادرة معصوم تفرمل استفتاء كردستان والسعودية تحذر من مخاطره. يغردون لا للتوطين في لبنان. مخابرات الجيش لتسليم مطلوبي عين الحلوة والفصائل لتنفيذ وثيقة مجد ليون. بعد تفكيك اللغم الضريبي النفطي، العين تتجه نحو الصندوق السيادي. كركوك نقطة ساخنة قبل استفتاء الاستقلال في كردستان. وأيضا في عناوين المستقبل، ماي تندد بدعم إيران لحزب الله، وعباس يرى السلام أقرب مع الرئيس الأمريكي. ترامب يؤكد توصله لقرار بشأن الاتفاق النووي ولا يكشفه. مقتل 3 جنود روس باشتباكات مع داعش. مترجم التلفزيون الإيراني حرف خطاب ترامب. وبعنوان أخير بعناوين المستقبل، لندن تدفع 20 مليار يورو ثمن البريكسيت. من المستقبل إلى الأنوار، إجماع حكومي نيابي على رفض كلام ترامب عن التوطين. قادة عرب يبحثون مع الرئيس الأمريكي أزمات المنطقة. السعودية تدعو لإلغاء استفتاء الأكراد وتركيا تهدد بعقوبات. وبقلم المحلل السياسي، الانشغال والتلهي بصندوق الاقتراع لكن الأنظار على الصندوق السيادي للغاز. إيران تستبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وبالأخبار الاقتصادية، بنك روسي مهدد بالإفلاس. داعش خسر 80% من الرقة. زلزال يوقع مئات القتلى في العاصمة المكسيكية ومحيطها. وبختم بقلم رفيق خوري بالأنوار ومقالته أبعد من السجال ومن الاتفاق النووي. من الأنوار إلى اللواء، لبنان يرفع الدستور بوجه ترامب، لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. خلوة بر الحريري لم تحسم التباين الانتخابي، ومصير تعديلات السلسلة رهن قرار الدستوري غدا. توطين المكسيكيين أقل كلفة على ترامب. التقى ترامب وألقى خطابا تاريخيا في الأمم المتحدة. عباس حذر الاحتلال من اللعب بنار الصراع الديني. المفتي داريان في رسالة الهجرة، قادمون على عودة الاستقرار والازدهار. واليوم في اللواء مقالي بقلم المحامي محمد أمين الدعوق، الفساد وآثاره الانتخابية المتوقعة. أيضا في اللواء، طهران تتوعد برد حاسم على الانتهاك، ترامب اتخذ قراره بشأن إيران. حذرت من مخاطر تهدد استقرار العراق والمنطقة، السعودية تدعو برزاني لإلغاء الاستفتاء. وأيضا في عنوان أخير باللواء، مقتل 3 جنود روس في دير الزور، معركة الرقة تدخل مرحلتها الأخيرة. من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد، استنفار لبناني ضد موقف ترامب التوطيني وعون يرد اليوم. إطلاق خطة جديدة للحياة الروحية في وادي النوبين. أيضا في عناوين البلد، 90% من أراضي الرقة تحت سيطرة سوريا الديمقراطية. استنزاف داعش تمهيدا لمعركة جديدة شمال العراق. الإرهاب والتطرف واللاجئون والفئات المهمشة على الشاشة الكبيرة. وختاما وبعيدا عن السياسة، افتتاح الدورة الأولى من بيروت ديزاين فير. نصل إلى الصحف باللغات الأجنبية بترجمة إلى ديلي ستار، وفي عناوين، بعد خطاب ترامب الغامض اللبنانيون يرفضون التوطين. روحاني ينتقد خطاب ترامب في الأمم المتحدة. وبعنوان أخير، قوات روسيا الديمقراطية، معركة الرقة وصلت إلى مرحلتها الأخيرة. منتابع مع لوريان لوجور، وفي عناوين لليوم، عون يرد على ترامب من منبر الأمم المتحدة. أيام الاتفاق النووي تحسب أكثر من أي وقت مضى. وختاما العودة إلى المدارس، حرب الأرقام بانتظار المفاوضات.
نتابع مع عناوين صحيفة الشرق. عون قطع مأدبة ترامب ويرد عليه اليوم من نيويورك. داريان مقبلون على مرحلة عودة الاستقرار بين أركان الدولة. الحريري البيومترية والانتخابات في موعدها. موسكو قتلنا 850 مسلحا في سوريا في يوم واحد. شيخ الأزهر للحجر على أصحاب الفتاوى الشادة. صحيفة إسرائيلية نحن دولة مافيا. وبعنوان أخير بقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق مقالة لليوم بعنوان المؤامرة. إلى الشرق الأوسط، الرياض تدعو بارزاني إلى العدول عن الاستفتاء. رئيس إقليم كردستان زار سليمانيجي وأنقرة حذرته من اللعب بالنار. الأبحاث والتسويق تطلق بلومبرغ العربية. بدر خان فرحان شراكة تعزز المشهد الإعلامي في المنطقة. انتخابات فيدرالية الشمال السوري برقابة أمريكية وحشود تركية. روحاني يهدد بالرد وينتقد القادمين الجدد على السياسة الدولية. ترامب اتخذ قراره حول نووي إيران. تعتمد على الذكاء الصناعي ودقتها تفوق 80%. نظم ترصد ألزهايمر قبل 10 سنوات من حدوثه. وبعنوان أخير، تناول في كتابيه طبائع ساسة عرب وصفاتهم. عمرو موسى يكشف كواليس رحلته مع الدبلوماسية. وبنختم جولتنا مثل العادة مع عناوين صحيفة الجمهورية بعنوان الرئيس شبح التوطين يضغط والدولة مطمئنة. وبعنوان أخير تابع للصورة الرئيسية عباس ترامب جدي في السلام. ومع الجمهورية بنكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول ومن بعده بتلاقينا جوال مع المحطات الثقافية والفنية. خليكن معنا. بجولة على المواعيد، بتعود ليالي قريش فلسطين للموسيقى بمواعيد فنية جديدة لها العام ابتداء من اليوم لغاية يوم السبت المقبل بصيدا. بينطلق المهرجان مع مواهب فلسطينية شابة قبل ما يطل الموسيقى اللبناني زياد صحاب بتاني أيام المهرجان. الغني من تلقى نفسه حبيبي وزع ورق المال منه بخيل ابدا على عكسه. اما ختام هالحدث رح يكون مع الفنانه غاده شبير ضمن امسيه تحت عنوان شرقيات بمدينه رفيق الحرير او نعم رفيق الحرير الرياضيه. خطت ادم كل على الارض بكره الساعة 8 افتتاح الموسم الجديد للأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية. تحية إلى منصور الرحباني بدعوة من وزير الثقافة غطاس خوري وبرعاية السيدة الأولى نادية عون بسرايب عبدة. وهلأ بنسمع من غسان صليبة من مسرحية لمنصور الرحباني. بسلام مش وقتك يا هوى يا لفتات الهوى اللي ما إلها دوى. أنا ولا حرام أنا ولا حرام. بموعد جديد بتقدم الأوركسترا الفلهرمونية اللبنانية أمسية بقيادة المايسترو باركاف تسلاكيان بكنيسة مار يوسف بمونو ب 28 أيلول الساعة 8:30 المساء. أمس
هي الهدف منها إنسان بيحييها الفنان عمر كمال بغني خلالها أغاني أجنبية وعربية للسيدة فيروز عبد الوهاب وغيرهم بقصر المؤتمرات بدبي، وريع الحفل بيعود لجمعية تعاون اللبنانية. موعد هالأمسية ب 28 أيلول الساعة 8:30. سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم. بدعوة من جمعية أساس للثقافة والفنون وأيضا دار النمر وبالتعاون مع مسرح المدينة، راح يشهد هالمسرح على أسبوع فلسطين ببيروت بحضور الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري. هالحدث راح يتم خلاله عرض لأفلام ومسرحيات بالإضافة إلى أمسية بتستعيد الراحل محمود درويش من خلال مختارات من قصائده بمشاركة الفنانة نضال الأشقر ب 29 أيلول بدار النمر. وهالأسبوع الفلسطيني بيبدأ من 23 وبينتهي ب 29 أيلول بعروض متنقلة بين دار النمر ومسرح المدينة. أنا لاعب النرد، أربح حينا وأخسر حينا. أنا مثلكم أو أقل قليلا، ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات. ولدت بلا زف. ننتقل إلى مهرجانات بكاسين يلي بتحتفل سنويا بعيد مرتقلة شفيعة هالبلدة يلي بيصادف ب 24 أيلول. بهالإطار بكرة الجمعة موعد روحي مع جوقة القديسة رفقة بقيادة الأخت مرانا سعد بساحة البلدة. من المواعيد الدورية اللي بيقدمها مسرح مترو المدينة محطة طربية مع الفنان عبد الكريم الشعار بغني عودت عيني على رؤياك، الكلمات لأحمد رامي والألحان لرياض السنباطي. موعد هالأمسية 30 الشهر الساعة 10 المساء، وعم نشوف بعض المشاهد والأجواء من حفلات سابقة للفنان عبد الكريم الشعار. غير كل حياتي، ما عرفش ازاي حبيتك، ما عرفش ازاي قابلتك انت، بتغير كل حياتي، ما عرفش ازاي بتنظم بلدية أهمج وبالتعاون مع جمعية أنماء أهمج معرض للمونة بيتضمن منتوجات بلدية أكيد مونة وأكلات من البلدة، وبينتهي النشاط مع عشاء قروي، لعب ورق وطاولة وغيرها من النشاطات، كلها رح تكون حاضرة ابتداء من بكرة الجمعة لغاية يوم الأحد ب 24 أيلول من الساعة 10 صباحاً. سنوي 22 23 24 ايلول بأرز إلمج بيتضمنوا غدا وعشاء قروي. بخبر أخير مننتقل إلى البترون ولجنة ومكتبة بلدية البترون وبالتعاون مع المصور ألفريد بولوس أو ألفريد موسى بيدعو إلى زيارة معرض وجوه بترونية رح يضم 8000 صورة للمصور أميل بولوس محفوظة بمركز فينيكس للدراسات اللبنانية بجامعة الروح القدس الكاثوليك يوم الجمعة والسبت 22 و23 أيلول ابتداء من الساعة 6 لغاية الساعة 11 مساء بساحة بيت المغترب اللبناني بالبترون، وأكيد الدعوة عامة.
من الباترون منكون وصلنا لختام جولتنا على أبرز المواعيد وأقربها. جوال منرجع لعندك لحتى نشوف حركة السير لليوم. المشغل إلي لبكي معنا على الخط من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. مرحبا. ألو. ألو بونجور. كيفك؟ الحمد لله تمام. يعطيك العافية. كيف أحوال طرقات؟ اليوم طرقات كتير منيحة اليوم. يلا خلينا نبلش جولتنا. منبلش من مدخل الجنوبي، حركة مرور طبيعية جدا باتجاه الكولا، بتكمل باتجاه الوسط التجاري. نعم. عنا حركة مرور من برج الغزال باتجاه الأشرفية. أوكي بس خلينا نقول إنه نحن ما عم نشوف كاميرات، ما بعرف العطل من وين. في إنترنت كونكشن بروبلم بس كل ما. يعني أنتم من عندكم العطل. أوكي بس يلا منيخد فكرة. أوكي. نعم. منكمل من تقاطع برج المور باتجاه كمان شوارع الحمراء كلها طبيعية. نعم. من كمان من شارل الحلو باتجاه الوسط التجاري، بتكمل باتجاه الخط البحري وصولا الى الروشه، كمان كثير طبيعيه. اوكي. بتكمل عندنا من المدخل الشرقي من اليرزة سيات كارانتينا، كمان طبيعيه. ومنكمل باتجاه جسر العدليه باتجاه الاشرفيه، كمان طبيعيه. يعني ما في عجقه بالاجمال؟ ما في شيء ابدا، كل الطرقات طبيعيه. طبعا يمكن لانه اليوم عطله. اوكي. نعم. وتسبب بس عندنا من العدليه باتجاه كورنيش المزرعه، كمان حركه مرور طبيعيه جدا. اوكي. وعندنا المدخل الشمالي كمان بيشهد حركه كثير طبيعيه. وتسجل عنا حادث هلا من شي نص ساعة على اوتوستراد السياد، اوتوستراد الرئيس ايميل لحود باتجاه العدلية. اوكي. هو الحادث الوحيد اللي تسجل بال 24 ساعة ولا عم تحكينا عن هلا صباحا؟ هلا تسجل حادث. اوكي كم حادث بال 24 ساعة الماضية؟ عندنا 6 حوادث للأسف. أوكي. قتيل و7 جرحى. أما مخالفات السرعة 999 مخالفة. اوكي. وللاستفسار عن اي طريق ممكن الاتصال على 1720 تويتر @TMC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. شكرا لك إلي، يعطيك الف عافية. اكيد نحن رح نرجع نحكيكم بكرة لمزيد من التفاصيل حول احوال الطرقات. هلا بريك جديد نرجع من بعده لمتابعة اخبار الصباح، خليكم معنا. صباح الخير. بيصادف اليوم عيد راس السنة الهجرية، وأكثر ما بيحتاج له الوطن التضامن والوحدة بين كل أبنائه. فالإرهاب المتفشي باسم الدين لا يهزم إلا بالتمسك بالقيم الإنسانية البعيدة عن التطرف. والمطلوب خطاب جامع بعيد كل البعد عن الكلام المذهبي، العودة إلى مصلحة لبنان للخروج من الأجندات الإقليمية ومشاريع الفتنة. بعيد راس السنة الهجرية نتمنى أن السنة المقبلة نطوي فيها صفحة مؤلمة من تاريخ الشرق، ليعود لبنان والعالم العربي منارة الاعتدال والفكر والثقافة والفنون. ما بيكفي تعداد ضحايا السلاح المتفلت والرصاص الطائش حتى تنضاف لألن حوادث درامية جديدة نتيجة الإهمال واللاوعي. بتقريرنا الأول لليوم رح نفتح ملف قاتل عنوانه الكبير السلاح وتفصيله، أهل بيعتبروه لعبة وبيتركوه بمتناول أولادهم، فبتتحول هاللعبة لحادثة دموية والأهل لضحية. السلاح بإيد الأطفال إنجاز جديد من إنجازات التخلف. تقرير لزميلتنا رولا أمين الدين. رفقاتي بغير مدرسة كانوا عم بيلعبوا ببارودة على السطح، عم قوصوا واحد بالغلط. لا بارود بي والأوضة عم قوص على حدا، ما بعرف مين قوص على مين. الولد ما بروح بيشتري بارودة ولا فرد، ما بيعرف، في ناس كبار عم بيشتروهم عم بحطوا سلاح قاتل بين ايديهم، يعني في واحد مثلا حضرناها انبعتت على الواتساب، ولد صغير عمره يمكن شي 4 سنين، بالعرس قام أبوه حمل الفرد قتل أبوه. لازم يضبوا سلاح الأهالي كلهم. حرام، ما بيجوز. لا بيجوز للكبار ولا للصغار.
من السلاح المتفلت إلى موجة الرصاص الطائش خبريات يومية والضحية أرواح بشرية. حالات عم تكتر ليتحول السلاح إلى لعبة بأيدي الأولاد توضع بمتناول اليد دون مسؤولية، والنتيجة حوادث أسبوعية وجرائم دموية، وبين المزح والجد لخسارة أم أو أب. طلع سلاح سايب بين إيدين الأولاد، ثلاث حوادث صاروا بأقل من أسبوعين، في جرائم قتل، صح جريمة قتل، والمسؤول عنا الأب. عم يتصيد ما مشكلة، يشيله حطه بخزانته ويقبل عليه. معلوم بخمنها حي الله لعبة عم بيلعب فيها. شو بعرفوا إنه هذه أمه حي أو وصلت؟ هذا إهمال من الأم والأب اللي بيترك باروته بالأرض وبيترك البارودة فيها ضرب، يعني إنه معقولة هاي؟ شايفي هولي الخردق اللي بيقوصوا فيهم بالعيد، هيدا ممنوع يفوتوا على لبنان. هولي بارودة خردق، ما هيدي إذا اجت على العين تقلعها بتشيلها للعين. شفت ابني شاري لعبة وما خرجه، باخدها منه بخفيها كبة. قضية السلاح المتفلت المرخص وغير المرخص بطلت قضية تحمل فقط على أكتاف الدولة، وإنما مسؤولية اجتماعية توقع على الأهل ليوضعوا أمام أولادهم أداة ممكن تنهي حياة بلحظات قليلة. ما لازم حتى الأم أو الأب أو الأخ أنه يشتري حتى فرد بلاستيك يعطيه للولد، لأنه هيدا على الكبر بيصير عنده يعني بيأثر عليه، يمكن يصير عنده عامل نفسي، يمكن تأثر على نفسيته هو وأمه وأهله، يتخانقوا بالبيت يكون عنده سلاح لبيه بيجيبه بيقوس أمه. تعرف يا أفلام الأكشن والأكشن والتجليد كله هيدا خذوا يحمل سلاح ويعملوا حالهم منهني أبطال وكذا. كتير كترانة إنه لازم بقى تنضب هالسلاح، يعني أكثر من هيك فلتين أمني ما بقى يصير. يعني بتسمعي رصاصة طاشة أو بتسمعي مثلا ولد قتل بيه أو أمه، كمان حرام هون عن جد. بتخافي توقفي على البرندة تعب بيتك، أنت واقفة بتجي رصاصة طاشة فات فيك خلص مد يعطيك العافية. رح نتابع حلقتنا، وللسنة السادسة على التوالي نظمت مؤسسة سينما لبنان أمسية لانوي دي مبروك بميدان سبق الخيل ببيروت. تخلل الأمسية عرض 4 أفلام قصيرة من برنامج لبنان فاكتوري لأول مرة بلبنان، وتم خلال الأمسية توزيع جوائز للأفلام يلي أنتجت بين العامين 2015 و2017 بحضور حشد من السينمائيين وأهل السياسة والفن. تفاصيل أكثر بهالتقرير. كنت قايل لي انه مات؟ بلا. شو يا رامبو؟ اللي عشت الحرب الأهلية كنت تعرفهم كل هالأشياء؟ السينما اللبنانية كانت ضيفة لانوي دي مبروك بالدورة السادسة، فتم تكريم عدد من السينمائيين على انتاجاتهم ما بين عام 2016 و2017 بحفل جمع عدد كبير من السينمائيين والممثلين والمخرجين ليحتفوا بالسينما من تنظيم مؤسسة سينما لبنان وتحت رعاية وزارة الثقافة. لانوي دي مبروك بفتكر رح نفتحها للجميع، لأنه الناس متشوقة تشوف سينما وجي عبالة، وكل الجمهور إن كان شباب إن كان من كل بفتكر كل المجتمع بيحبوا يشوفوا هالافلام، وكما في افلام هلا نفرجيها ونحن فخورين. جيت تري تري enfin ravi de voir la diversité aussi bien la richesse aussi bien des documentaires que des fictions. J'en connaissais quelques-uns mais c'est une belle découverte. وين كنت رايح؟ ما بتذكر. قد
قدمت الحفل الممثلة كريستين شويري، حيث عرفت عن الأفلام قبل توزيع الجوائز يلي اختارتهم لجنة مؤلفة من مدير مهرجان كان السينمائي كريستيان جون والمنتج من هوليود جون كوري والممثلة والمخرجة نادين لبكي والكاتب والناقد السينمائي ربيع حداد والمخرجة ديما الحر. الجوائز كانت من نصيب فيلم الوادي لغسان سلهب حيث حصل على أفضل صورة وأفضل موسيقى تصويرية، بينما جائزة أفضل فيلم كانت من نصيب ربيع إخراج جاتشي بولغوريجيان. جائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب منال عيسى عن فيلم بيردوريان، بينما جائزة أفضل ممثل حصلوا عليها بالتساوي رودريغ سليمان وسعد سرحان ورائد ياسين عن دورهم بفيلم تومبي دو سيال. أما جائزة أفضل وثائقي فكانت من نصيب هدني لمريم حاج وحصل فيلم تدمر على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. دي أنا شو مفروض تكون عم بحرس حاليا؟ يلا بسرعة. تبع توزيع الجوائز عرض لأربع أفلام هن أفلام لبنان فاكتوري، مشروع أقيم بمبادرة من لكنزان دي رياليزاتور بالتعاون مع مؤسسة سينما لبنان وأبوت برودكشن، حيث صور أربع مخرجين لبنانيين أفلام مع أربع مخرجين عالميين وتم عرضهم بالدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، وهيدا كان العرض الأول بلبنان. الأفلام هن وايت نويز لأحمد غسين والفرنسية لوسيا لشيميا، بأوتيل النعيم لشيرين أبو شقرة والإيطالي مانويل ماريا بيرون. قلت لي أنه عندها نص بيكور متراج قصير وأنه لاحظت أنه ممكن دور في دورين أساسيين بالفيلم، في واحد منهم ممكن يكون مناسب لألي، وأنا كوني ما كتير عم بمثل لأنه مني متفرغ للموضوع، قلت له خليني طالما كور متراج وطالما شيء ممكن أرى وقتنع فيه ما عندي مانع، إن كانت أفلام قصيرة ولا أفلام وثائقية ولا أفلام طويلة، أنا برأيي هي عالم التفاصيل. لاحظت إنه شيرين وفريق العمل كلهم حريصين على أداء التفاصيل. الفيلم بيحكي عن حارس ليلي بيحرس تحت جسر فؤاد شاب بالداون تاون وبتصير معه أحداث غريبة والعلاقة بعلاقتنا بالمدينة وعلاقتنا بشيء عم نجرب نحميه وما بينحمى أبدا. شو عم تحكيني كل هالحكي؟ ما عم بفهم. شهر ماكسيموم بهر بدك تفوت بمحكمة وقضاة ومحامين ودعاوي، ما لها معنى. بعدين صدقني أنا حبيت. سلامات من ألمانيا لرامي إداح وأوانا غونجاك والجرون ليبانو ليمونيا عقل وأرنستو فيلالوبس. اللي بيميز السنة لانوي دي مبروك هو أنه غالبا قبل كانت تكون سهرة مغلقة بس لعالم السينما، وكنا نحضرها بس نحن اللي عنا أفلام مرشحة، بالسنة كتير مفتوحة أكتر، أصلاً نحن بمكان مفتوح اثنين رح يكون في عرض أفلام. مهم أنه يكون عندنا سينما ذو مستوى، مهم أنه المجتمع اللبناني يروح يحضر أفلام شعبية بس كمان أفلام مثل ما عم بقول مهرجانية أو بتروح مهرجانات أو بتتوزع جماهيرياً بس كمان بتتوزع برا. هول يعني المبادرات عم بيشجعوا الجمهور انه يرجع يتطلع بالسينما اللبنانية بغير منظار. ميز حفل هالعام عن السنوات السابقة بأجواء خاصة داخل ميدان سبأ الخيل احتفاء بالسينما اللبنانية وتأكيدا على الدعم الدائم للسينمائيين من قبل مؤسسة سينما لبنان. نرجع إلى الشارع اللبناني مع كلمة اليوم، تقرير جديد وشخص جديد بهالكلمة أكيد. من بعد بريك ونرجع. لا بيقولوا
في جلاوي على بكرة بروي الأعصاب وبيدوي الدماغ وبيقوي الفكر والأفكار وبتجيك الإبداعات وبتجيك النشاط وبتروح على شغلك وانت نشاط وبتكون وبتقلها صباح الخير يا مدام، يا شو بدك توصي شيء يا مدام، بتأمري بشيء يا مدام يعني هيك ما هيك. لا فنجان قهوة على بكرة وشيء تاني عشية هو فنجان الشاي فاهم علي فيروز عامل قهوة قيمني فيروز وعيني الساعة 6 الصبح صوتها وعيني بتقلي الجمال والكمال والطبيعة واللبنان الحلو ما في منه بالعالم. هيدا بتقلي يا 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 جبل صلبين مثلا يا قمر مشغرة لك يا قمر مشغرة يا حالك الكون وهي بتعمل لي القهوة ام علو ما بشرب قهوة بدونها وما طيب القهوة بدون رشفة رشفة قهوة من رشفتها لكن هي لك مبسوطة وزارة الداخلية ولا بتاخذني بتكرمشني بتاخذني على على سجن الرمل كان بسبيل سجن الرمل سجن الرمل محل الملعب البلدي طريقة جديدة عفاك قبل الزواج أو بعد الزواج راح تقول لي لحدا طيب 4 بعد الزواج و25 قبل الزواج بلك يا حامل الركات ركات روزيها كل القلوب مسلطة عليها مش بس عم بتلعبي الطابي قلوبنا عم بتلعبي فيها يا منى قلبي وحبي أنت حبي وفؤادي أنت مديرة الأخبار أخبار الصباح يا منى الصباح أنت باقة الأفراح يا ليلى جرحي عمل وانا عطفك وين ما عاد فيني اتحمل غزلات العين مثل حصود العريشي مثل عصفور عم بلقد ريشي وريشي وجرحي مكسور. كلمة اليوم قهوة الصباح. المشاهد اللي عم يشوفهم هن تحضير لمسرحية فان 12 من مشروع الكرفان يلي صار له 3 سنين بقدم مسرحيات بتهدف إلى إيصال رسائل إنسانية. ولنحكي أكثر عن الموضوع سابين شقير المديرة الفنية لمشروع كرفان ضيفتنا. أهلا وسهلا فيك سابين. فان 12 هي المسرحية الجديدة يلي بتحكي عن حقوق الطفل بشكل عام، بس إذا بدنا نضوي على السنتين يلي قطعوا، أول سنة كانت عن أول سنة كانت حكايات تسجلت من لاجئين سوريين ولبنانية موجودين بالمحيط تبع اللاجئين لنفتح حوار بين الشعبين وشو عم بيصير معهم. وسنة الماضي حكينا أكثر عن المدرسة والولاد يلي ما عم بيروحوا على المدرسة لأنه بالبلد في 180 ألف ولد ما بيروحوا على المدارس. هالقد عددهم؟ في 50 ألف لبناني في فكان أكثر ليش هالولاد ما عم بيروحوا، شو الأوبشنز، وين فيهم يروحوا، وكيف كانت يونيسف عم بتدفع لكل الولاد يكونوا بالمدارس الرسمية ببلاش وفتحوا مدارس زيادة وكل هالمواضيع. السنة عم نحكي عن حقوق الطفل صح، و12 حق من حقوق الطفل إذا فينا نقول، مشان هيك سميتوا المسرحية فان 12 صح. أوكي، بس
اي ابرز حقوق نقيتوها توصلتوا ل 12؟ يعني ابرز الحقوق هي حق الولد انه يعيش من دون بمكان سليم، بمكان ما فيه عنف، وهذا الشيء موجود كثير بالبلد. فسجلنا مع اولاد العنف، كل القصص اللي تسجلت يلي هي العامله الركيزه تبع المسرحيه هي تسجلت من اطفال. فالعنف مثلا العنف بيصير مش بس من الكبار على الاولاد، بس هن بيصير من الاولاد بين بعض اكيد بشكل فظيع. على يعني سجلت مضايقات بين بعض، ومثل شو ما سجلت مع اولاد انه سالتهم ليش مثلا انتم بتخبطوا بعض، لانه كثير بحبوا يخبطوا بعض على الفرصه بالمدرسه، بيصيروا يهددوا بعض بقلب الصف لحتى يروحوا. فهن كانت حجتهم انه لانه هن بحبوا يتمرنوا لوقت يكبروا ويصيروا قوية بيقدروا يخبطوا بعض. فهيدي كمان قديش هيك الفكره لبعضها طبعا اكيد، لانه نحن عايشين ببلد العنف فيه موجود، يعني ببلش بالخبيط بينتهي بالقواص، يعني هيدا بطبيعه الحال. فهن بيتمرنوا من هن وصغار، فالعنف الحق الولد انه يعيش بما يعمل اشغال بتخليه بتاثر على جسمه. والولاد كل كثير اولاد بتشتغل هلا، اكيد في اهل بحسوا انه انا بدي اشغل ابني بالصيفيه او بنتي بس هذا غير موضوع، هذا غير موضوع. بس لما الولد يشتغل بمحل بيعملوا الومنيوم، بيشتغل يعني في اشياء بمحل ميكانيسيان، بمحل شو بعرفنا بيضطر يرفع اوزان ثقيله، لا في اشياء. يعني سجلنا مع اولاد بيشتغلوا بيركبوا موتوسيكلات، يعني انا مثلا ما كنت اعرف انه الموتوسيكلات بتتركب، بس قديش خطوره هذا الوضع. قد ايه اعمارهم كان؟ 9، 8، 10 سنين، وقصص صغيره. طيب هن يعني كيف بيكونوا متقبلين معتبرينها انه ايه انا عم بكبر عم طلع مصاري؟ بحبوا كتير، هن بحبوا كثير، بس بعدين ببلشوا يخبروا بينبسطوا، مثلا بخبروا انه ايه انا كنت عم بقص الازاز وجرحت ايدي بالازاز هيدي مره بس وجعت كثير، بس بعدين لا انا ما بخاف ولا بشتغل وهيك. طب شو بتعملوا بهول المصاري؟ بهول المصاري بنعطي شوي لاهلي، وبعدين نستأجر بسيكلات بنلعب بسيكلات بنهار الأحد أو شيء. يعني ما بيشبهوا بعضهم، ما بيشبهوا بعض. فسجلنا مع بهول القصص، سجلنا مع أولاد تشتغل بتبيع ورد بالشارع، يلي هن كمان بيتعلموا. يعني هي كمان معضلة إنه قديش كمان البلد فيها القد أولاد بحاجة لتشتغل، أو عيال مش قادرة تقدر تأمن مصروف مدخول مثل ما لازم، مشان هيك بتودي الأولاد على الشغل. خلينا نسمع شوي من التمارين يلي كنتوا عم بتحضروها. أنا شو اللي على بالك؟ جيبه أنت اللي كبوا يوم جيبه. لا لا ميلي ولا إلك، اللي كبوا يروح يجيبه. يلا عم تهددني أنت بالفرصة؟ ما تحرك. الكونكشن، لانه عم نشتغل اكثر على كاركترز. كنت عم بتقولي بس خلينا نوضح انه هون بهول المشاهد كنا عم نشوف الممثلين عم يتمرنوا، لانه انتم بتعرضوا المسرحيه على الفان، والفان يلي بتتنقل. صح فنحن بنبرم، يعني مثلا هلا عندنا 22 عرض وبنبرم بشوارع بلبنان من شمال لجنوب. اول عرض رح يكون بشبعه ورح ترجعوا تتنقلوا ب 22 عرض. صح. بس كمان كنا عم نشوف تسجيل الاطفال يلي هن عم بخبروا قصتهم. بتخلوها عندكم بتنقلوا الاطفال كمان هن يمثلوا معكم بالفان؟ لا، هن الكبار هن اللي بيمثلوا، ممثلين محترفين بيمثلوا، بس بيكون الباز يعني نحن عم نسمع الحكايات تبع الاولاد، والكبار هن الممثلين عم بيستعملوا التهريج والمسرح الفيزيكال ثياتر او المسرح الجسدي لا يعبروا عن القصص. بس دائما هن القصص يعني الشيء الاساس. هن
عمله طبعا انه العالم تقدر تسمع الحكايات الحقيقيه. عم بحبوا انه عم تنتقل قصتهم للعالم اكيد طبعا، مش بس الاولاد، نحن عاده بالمسرحيات تبعنا يا بيكونوا كبار يا بيكونوا اولاد، بس اي لا حدا عم بحكي عن هيدا الكا يعني هلا رح نبلش بعد ما بلشنا، بس بتخيل انه دائما لما حدا يحس انه هو مش بس عم يحكي حكايه بس هي الحكايه مسموعه. بس اوكي سابين بدي اسالك شغله، قديش الاولاد كانوا واعيين انه انتم عم تسجلوا معهم لانه هن يلي عم بيعملوه غلط؟ يعني اوكي بمرحله معينه بينبسط بحاله انه هو بيركب موتو او بقص ازاز، بس قديش من ورا شغلكم معه فهم انه انتم اللي عم تعملوه هو توعيه لانه شغله غلط؟ ما بعرف هلا انا يعني ما بعرف قديش في الواحد يقول غلط او يقول مؤسف يعني بهيدا المحل، لانه مؤسف كمان ما فيك وما لازم يعني. هلا هو يمكن مبسوط بحاله عم بيركب موتو بهالعمر، بس رح يكبر بعدين رح يعرف انه في حق من حقوقه انتهك. طبعا اكيد، مشان هيك نحن رح نرجع اهم شيء رح نعمله انه مطرح ما سجلنا حكايات يلي بمكان بعكار وببيروت وهو، رح نرجع نعرض المسرحيه لحتى يرجعوا يسمعوا حكاياتهم ويشوفوها ويسمعوا هول الحقوق ويرجعوا هن يعني على القليله اذا في إرجاص انه هن يشتغلوا بس يلاقوا شغل اقل خطوره او بس لو وصلنا يعني او بوقت الفرصه بركي لانه بحق لهم يتعلموا. هلا الاولاد اللي اشتغلت معهم هن بيتعلموا بوقت الفرصه، بس حتى بوقت الفرصه طبعا ما يشتغلوا ما يكون شغل. اوكي خلينا نسمع شوي ونرجع نحكي. هون عم بهن عم بألفوا قصة؟ ايه. اوكي خبرينا شوي نحن هوا. اوكي القصة هون كانت عن بنت اسمها جميلة ألفوها هن، كانوا 25 ولد. هن مين هالأطفال اللي اخترتوهم لألهم؟ ثابت اشتغلت مع هول أطفال لبنانية وسورية بقلب أوكي. مدرسة بعكار. اوكي. فعليا مش واصل لهم شيء يعني عن جد بقلب إلا مكان بعكار. كيف يعني؟ مش واصل لهم شو؟ يعني بتوصلوا يعني الواحد بيوصل لعندهم بيقول عايشين مثل كأنه بقلب الصحراء يعني بمدرسة كهرباء مي هيك كهرباء مي يعني كله كتير كتير صعب وضعهم. بقى القصة اللي ألفوها كانت عن بنت اسمها جميلة عايشة بمكان أهلها ما بيخلوها تاكل ما بيخلوها تشرب ما بيخلوها تتنفس، بيسكروا عليها الباب بيسكروا عليها الشباك، هيدا كلهم هن عم بألفوهم بس حتى الواحد يعرف عايشينه يعني أكيد. فقد ما هي عصبت هيدا البنت عصبت كتير فتحولت لشجرة، وهيدا الشجرة صارت تكبر وتكبر ودقت بالسماء والغيوم، فوقت دقت بالغيوم بلشت تشتت الدنيا، وقت شتت الدنيا كسرت البيت، وقع البيت على اهلها فكسروا اهلها. بدهم يكسروا البيت الاولاد يعني كسروا الدنيا، فاهلها صاروا بلا بيت ومشردين، فقاموا بس شتت الدنيا كثير وسقعوا قصوا الشجره فلقيوا بنتهم بقلبها، فقالوا لها نحن بنعتذر، فهي قالت لهم انا ما بقى بدي اكون بنتكم. فبعدين قالوا لها لا خلص وكذا، وزبطوا الوضع وعمروا لها بيت وحطوا لها شباك واخذوها على البحر وحطوا لها ورود وزينوا هيدا. فكل هيدا من مخيلتهم للولاد من واقعهم اكشلي مش من المخيلة أكيد ابدا يعني، بس انه كيف حولوا هيدا الواقع تبعهم لا هيدا القصة، وكيف هن يعني انتقموا بقصتهم، بدهم ينتفضوا بدهم يهدموا البيت بدهم يغيروا اهلهم وبالاخر بدهم يسمعوا اعتذار من اهلهم. اوكي فوالا، فهيدي كمان قصه نازلين فيها بالشارع يعني لحتى بالاهل التقيتوا فيهم؟ لا هالمره اشتغلت بس مع اولاد والاهل بس اشتغلت معهم لنسمع، لانه في قصه كمان عم نعملها بما انه الولد حقه يعيش ببيئه يكون بمكان عنده شو بيقولوا صحي او مش يعيش ببيئه صحيه ويطلع له اللقاحات لحتى ما يمرض وكذا. فعملت مع الاهل كان اكثر اشتغلت معهم عن ليش ما بلقحوا اولادهم، لانه في كتير اهل ما بيعرفوا ليش
لانه في كثير اهل بفكروا انه مثلا لقاح واحد بيحمي من كل الامراض، او بفكروا انه بنعمل لقاحات بس لاول سنه، هن اللقاحات لعمر 18، يعني في كثير قله ثقافه ومعرفه ووعي بهذا الموضوع. وقت اللي بتبلش بمشروع بتعرف انه هالقد يعني بتنصدمي، بتتفاجئي بالواقع، او بتكون شوي متوقعه؟ خاص انا هلا ما بقى انصدم بشيء قد ما كنت شايف الاسوأ خلاص يعني. طيب من بعد ما تسمعوا هول الاخبار بتكون بعتقد هي المرحله الاولى، من بعدها بتركبوا المسرحيه بحسب شو بتسمعوا صح؟ ايه هلا هلا انا عاده بكون عارفه مثلا هاي المسرحيه من الاساس، عارفه بدي اعملها مع عن حقوق الطفل، هن يعني يونيسف داعمين المشروع وعارفين انه هذا الشيء بده يكون عن حقوق الطفل، فبعرف الحقوق الاساسيه يلي بدي احكي عنها. لما اروح وبلش اشتغل مع الاولاد مثلا بيطلعوا بالحكايات، الحكايات منا لحالها من دون ما اطلب منهم بتكون عن حقوقنا المهدوره او المنتهكه او كل هذا الشيء. وبعدين بتركب المسرحيه على القصص يلي سجلتها، مش على شيء اللي انت اللي بدك اياه كان بدي اياه، فمن القصص اللي طلعت بتتركب. طيب شو عم بتحس انه عم تعملي صح؟ هيدا انا عادتي من الاكروس انا بعتذر عن جد بس ما فيها تضبطها هي على شيء وحيد تضبط العطسه. عم بعيطوا علينا هيدا حق من حقوقي كمان انا الطفله. طيب اوكي اوكي كنت عم بسالك نسيت شو كان بدي اسالك. كنت عم تساليها اذا عن اللقاح شو اللقاح يلي لازم يتاخذ؟ لا كنت عم تسالك عن انه كيف بعدين ترجعي بتركب الاخبار، يعني سمعتي قصصهم للاولاد كيف تتركب مسرحيه ولا لا؟ لا طيب اسالي ما فقدتي ذاكرتك. طيب خلص، لكن المسرحيه رح تكون اول عرض بشبعه مزبوط، ثاني عرض اي متى؟ بأول تشرين؟ لا نحن بخمسة تشرين بنبلش عروضات، كل يوم بنعمل عرضين، عرض ساعة 4 وعرض ساعة 8 وبنعمله على الطريق. يعني كل الفكرة انه بنروح او على ساحات مناطق ضياع او على اسواق شعبية. اوكي لأن بطل في وقت، هذا هو السؤال، انه قد ايه انت عم تحسي انك عم تعملي فرق على القليل بين العالم يلي عم بيشوفوا المسرحية أو للأطفال؟ شوفي يمكن أول سنة بلشنا كنا عم نشوف إنه العالم عم تطرح أسئلة، اليوم العالم صارت تعرفنا، منروح على الشارع بيعرفوا هيدا مسرحية الكرفانة، حتى نشوف شو عندهم وكتير بيصير في أحاديث، يعني بعد أو بخلال المسرحية أو من بعد المسرحية بيصير في أحاديث، بيصير في أسئلة، بتطرح أجوبة، بتخلي العالم تفكر يعني تنتبه على قصص بديهية يمكن ما كانت منتبهت لها. يطرحوا على نفسهم أسئلة ويفكروا طيب أوكي نحن بهيدي الحالة نحن شو فينا نعمل، وخصوصي بهالمنطقة أو بهيدا المكان اللي نحن فيه. اوكي كثير منيح. سابين شقر المديره الفنيه لمشروع الكرفان، نحن بنشكر حضورك معنا، بدنا نقول انه ان شاء الله عن جد الرساله توصل، الاطفال او الاهل او المعنيين يوعوا على حقوق بديهيه جدا للاولاد لازم يكونوا عم يتمتعوا فيها، ان شاء الله، اهلا وسهلا فيك. شكرا. بريك ونرجع نتابع اخبار صباح، خليكم معنا. Con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos por un mundo de paz. هلا
هلا كنا عم نشوف نشاط رياضي من خلال الحركات الرسوليه الكاثوليكيه، وهالمره عم نحكي مش عن رياضه روحيه انما رياضه جسديه. وشو الرابط بين الكنيسه وبين الرياضه؟ رح نحكي اكثر مع روي جريش امين سر لجنه الشبيبه بالمجلس الرسولي العلماني. اهلا وسهلا فيك روي. صباح الخير وصباح الخير لكل المشاهدين. يعني شفنا هلا البابا كان عم يوجه رساله رياضيه روحيه، شو الرابط بين الرياضه والكنيسه الكاثوليكيه اليوم؟ يعني هذا يمكن اول سؤال بينطرح، انه اف اليوم كمان الكنيسه عم تعتني بالرياضه، واليوم كمان في توجه نحو الباستورال دو سبور، يعني رعويه الرياضه واهتمام هالكنيسه بالرياضه. فهديك السنه كان في مؤتمر بالفاتيكان حول الرياضه والايمان، وكيف ممكن لكل رياضي أنه يكون عم بيعزز إيمانه من خلال الرياضة، من خلال تعزيزه لسقافة السلام، لتحدي، لهالروح الرياضية اللي بيتمتع فيها، تلاقي مع الآخر، وهيدا اللي بيكسر الحواجز بين هلا السقافات. تلاقي مع الآخر أوكي، بس عن جد كيف مثلا الواحد بيعزز إيمانه من خلال، يعني مصلي بإيدي على وجهي بقول يا رب خليني أربح الداء مثلا؟ لا، يمكن هيك الكل بيفكر أنه اليوم كيف إيماني بده يتعزز، بس اليوم إذا بنشوف القيم الرياضية، لما أنا بتقبل، لما أنا بضحي، لما أنا بحب، لما أنا بشجع، لما أنا بسابق، هيدي كلها العمل الجماعي، هيدا كله أيضا بيدخل ضمن تعزيز الإيمان اللي منعيشه بجماعة، منعيشه بحب، منعيشه بمشاركة. هل قد الكنيسة عم بتنبش على باب للشباب؟ أول شيء الكنيسة ما بتهدى بعملها، عطول بحركة، وعطول هلأ مع البابا فرانسيس نحن بحالة خروج وبحالة نحن عم نروح عند الشبيبة. فهالرياضة كانت باب، كانت لغة تنقدر نوصل فيها للشبيبة الغير ملتزمة، للشبيبة يمكن اللي عم بتفكر وعم بتفتش عن معنى لحياتها، اللي بعد ما اكتشفت شو دعوتها بهالحياة. طيب هون أكتر القيم بيكونوا عم يتثبتوا عند الرياضة، بس مش معناتها بيقرب من الكنيسة، ما هيك؟ هي من خلال القيم أكيد رح يقرب. أكيد جوال، الأجواء اللي رح تكون محيطة بهالكوبا كاثوليكا والموجودين والشيء اللي رح بيصير، يعني كل البانتس اللي رح بيكونوا عم بيسبحوا عم بيرتبوا. هلا عم تحكينا عن شيء بعد ما فسرناه للمشاهدين، خلينا نقول انه ب 7 و 28 الثاني فيها النشاط يلي عاملينه يلي بيتبع كل الرساله يلي بلشت السنه الماضيه بال 2016 بتموز 2016 تحديدا، خلينا نتعرف عليها اكثر. اول شيء نحن الفكره، انطلاقه هالفكره كانت على اثر مشاركتنا كوفد لبناني بالايام العالميه للشبيبه اللي بتصير كل سنتين او ثلاث سنين مع قداسة البابا. فب 2016 كنا مع قداسة البابا ببولونيا، أوكي. وعشنا هالخبره، وكان في وفد لبناني 1200 شاب وصبيه، ولكن كان في جروب رياضي بالباسكت، وكان في ايضا بالفوتبول، فشاركنا بهالكوبا. نعم، من لبنان وصلنا ايضا الى التصفيات النهائيه، وشاركنا بهالرياضة وحسينا بهالروح الإيجابية اللي عم بتبثها هالرياضة، وخصوصا أنه يمكن منشوف مشهد كان غريب، أنه كانوا كهنة بتواب ورهبات عم يركضوا، كانوا عم يركضوا وعم يلعبوا إن كان باسكت وإن كان فوتبول. فحبينا ننقل هالخبرة أيضا لشبيبة لبنان، وهيدا النشاط اللي بيصير أول مرة على صعيد لبنان، على صعيد الكنيسة الكاثوليكية، واللي رح يجمع الشبيبة من مختلف الكنائس الكاثوليكية، من مختلف الأبرشيات. يعني اليوم ابن الجنوب رح يلتقى مع ابن الشمال، مع ابن البقاع. يعني هيدي هي يمكن هالتلاقي وتكسير هالحواجز، وهيدي انه نكون عم نبني نحن كمان من خلال الرياضة لعالم كلنا بنحلم فيه. بس بدك ما يقلبوها هلا الرياضة بلبنان تنافسية وسياسية وتكسير رأس. نحن اخذينا من غير وجه، نحن حاولنا نرجع نعيد للرياضة أياما نرجع نعيد وجهها الصحيح، مع أنه هيدي ما كانت يعني ضمن، ولكن دائما يمكن الظروف لعبت. خذ احتياطاتكم. طيب روي، على الأرض شو رح بيصير؟ يعني شو النشاطات يلي رح يتم تنظيمها رياضيا؟ نحن السبت والاحد ب 7 و 28 الاول. وين اول شيء رح تكون؟ اول شيء رح بتكون على ملعب مدرسه سيده الجمهور بالحزميه. وهالملعب رح يحضن فرق شبيبه تسجلت دجا، وبعد عم تتسجل ل 25 ايلول اخر دليل للتسجيل. عم تتشكل هالجروبات، هي عم بتنقي بعضها خمسه
لثمان شو الألعاب؟ كم شخص؟ الألعاب في عنا الميني فوتبول والميني ستريت بول والميني فوتبول. فرح بيكونوا عم بيتحدوا بين بعضهم 48 فريق، ورح يوصلوا منبلش نصفي نصفي تنوصل ليوم الأحد، ويكون عندنا جروب من ستريت بول و اوكي. هون عم نحكي رياضة بامتياز، كيف رح يدخل كمان الشق الديني؟ الشق الديني رح بيكون داخل من خلال الحركات اللي رح بتكون موجودة، إن كان البانس إن كان التسبيح إن كان فقرات. نتعرف أيضا على نشاط لجنة الشبيبة واللي عم بتقوم فيه، ونحن دورنا يعني كلجنة شبيبة بالمجلس الرسولي العلماني أنه نكون همزة توصل بين الشبيبة بين الحركات الرسولية ومجلس البطاركي والأساقفة الكاثوليك. نحن جزء من الأباكل بشكل عام، نحن أباكل جون ولكن جزء من هالأباكل. فنحن اليوم كمان حضور الكهنة حضور الرهبان حضور الأساقفة كلها رح يعزز طبعا كمان. عم نحاول عم نسعى كمان ليكون في فريق كمان من الرهبان والرهبات يكونوا كمان يمكن بهيدي الصورة الرياضية عم بيشاركوا الشبيبة، واكيد هن واكيد الكنيسه منا بعيده ابدا عن طيب روي. نحن بهالمشهد رح نكون عم نشوف شيء جديد على مجتمعنا المسيحي تحديدا، يعني قديش برايك رح نكون قراب او انتم رح تكونوا قراب من الشباب؟ قديش هالشيء بيقرب الشباب؟ قديه بيتقبلوه؟ اكيد رح يتقبلوه، بس انه مشهد جديد علينا، مشهد جديد. وهيدا جوال اللي كمان حاولنا انه نشتغل عليه. اليوم الشبيبه بدها شيء جديد، اليوم الشبيبه عم تدور دائما على حدا يفهمها، على حدا يحكي لغتها، على حدا تقدر تتفاهم هي وياه، ما نضل يمكن بالنظريات وبالشعارات، لا عم نحاول نحن من خلال الرياضه نفوت على عالم الشبيبه، يعني اليوم عم نعزز الرياضه بدل ما يروحوا يمكن على المخدرات، بدل ما يروحوا على ما بعرف شو كل شيء، يعني اليوم الانسان حتى مثل ما قلنا الرياضه هي قيم اكثر يعني طبعا كمان. فاليوم الشاب اللي بيعرف كيف يعبي وقته ويكون عم بملي حياته بإشياء عم تبنيه، كان رياضة، مطالعة، سبور، شو ما كان، اليوم قادر يكون عم يبني مجتمع، عم بيساهم بهالبناء بهالحياة اللي بتعطيها الرياضة. أوكي. روي بالبروشور كنا عم نشوف كمان حدا على الشاز رولاند، كنا عم نشوف راهب، كنا عم نشوف يعني كيف رح يشاركوا كمان ذوي الاحتياجات الخاصة بهالنشاط؟ ذوي الاحتياجات الخاصة رح بيكون في عندهم فكرة خاصة بهالنشاط، إن كان من خلال الجمعيات اللي تعنى فيهم رح بيكونوا مشاركين معنا، مثل عنا الأركانسيال رح بيكونوا موجودين إضافة إلى باقي الجمعيات، ورح بيكون في ماتش مخصص لهالجروب تيكونوا كمان عم ببينوا إنه هن قادرين يلعبوا. أكيد يعني ماتش هو ضمن الأطر وضمن المعايير اللي بيقدروا يكونوا عم يشاركوا فيها، وأيضا الرهبان والرهبات إن كان بحضورهم وإن كان أيضا بمشاركتهم بتشجيعهم وبوقوفهم، يعني بهيك مشهد يمكن ما تعودنا عليه، بس رح بيكون هيك خطوة جديدة و كثير حلو لأنه شيء جديد، لأنه نحن بس شفنا المشهد وبس شفنا قديه فحب عشناه، يعني أكيد انا من رعيه مار بطرس، انا من رعيه الدكوانه، اكيد هيدا هو هيدا هو مظبوط، وهيدي هي كمان روح المنافسه الايجابيه اللي قادرين نبيع ومبيع كمان ما رح نوصل. روي جريش امين سر لجنه الشبيبه بالمجلس الرسولي العلماني، اهلا وسهلا فيك، كثير حلوه الخطوه عن جد كثير حلوه، يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله بتكون سنويه، وهيك عن جد بنخلي الشباب اول شيء يتقربوا من بعضهم ويتقربوا من الكنيسه كمان بنفس الوقت. ميرسي لكم كمان، ميرسي للمستقبل، موفقين. نحن من هالاجواء كمان رح نختم حلقتنا لليوم مع تقريرنا الرياضي. مع تقريرنا الرياضي، بكره حلقه جديده على الساعه 7:30. باي. أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة رسميا عن دورتين دوليتين في التنس للسيدات اللي رح ينظمهم بين 23 أيلول الجاري و 28 الأول المقبل على ملاعبه تحت إشراف الاتحادين الدولي واللبناني للعبة. وأجى الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي حاشد عقد امبارح الأربعاء في مقر النادي المنظم في الكاستيك. تقدم الحضور نائب رئيس النادي المنظم كريستيان عنيد، امين المال جيلبير مسيحي، عضو مجلس الاداره دكتور جورج غنيمه، نائب رئيس اتحاد التنس عارف مرديني، نائب رئيس اتحاد التنس ومنسق لجنه الرياضه في النادي باتريك مخباط، امين عام الاتحاد الان صايغ، عضوي الاتحاد ديزيري خليفه ونيكولا ساسين، مدير عام النادي شرب الجرجس، ومسؤولي شركات الرعي وعدد كبير من رجال الصحافه والاعلام.
بعد الكلمة الترحيبية الأولى من عريف الحفل لويس باز كانت لمسيحي كلمة إجا فيها. مثل ما بتعرفوا تنظيم هالحدث بيتطلب تضافر جهود من جهات عديدة يلي كلهم بيساهموا لإنجاحه. وهون بدي خص بالذكر مساهمة ودعم اتحاد اللبناني للتنس إدارياً وتنظيمياً ومادياً كمان. ومنشكرهم لأنه الاتحاد قرر إعفاء النادي من الرسوم المتواجبة عن هالدورة. ومنشكر رئيس الاتحاد والأعضاء يلي موجود معنا الأكترية منهم اليوم. وكمان بدي اتوجه بالشكر الكبير للراعي الرسمي لهالحدث يلي هو بنك بي بلوس. ومن بعدها تحدث مخباط الذي قال بفتخر بترحيب هالدورة. صراحة صرنا 7 سنين ناطرين نرجع نعيدها وأنا كتير مبسوط إنه صايرة. وبعتد الإكسبرينس رح تنعيد إنه هالاتحاد باقي لسنين عديدة والنشاط تبعنا والانتوزيازم تبعنا رح يخلينا ننظم دورات كتير كبيرة على فترة طويلة من الوقت. بدوره شرح باز الخطوط العريضة للدورتين مع مشاركة 40 لعبة من 20 دولة ومن بين اللاعبات لبنانيات وهن نور ديب وأنا ماريا حايك وسارة زين الدين وجاكلين عواد. مشاركات عم بتكون أكبر وأكبر من كل الدول. رجع لبنان على الخريطة. منشكر هالنوادي, منشكر الجولف كلوب أكيد, منشكر الأتسائل, منشكر كل هالنوادي يلي عم بتحمس الاتحاد أنه يطلب دورات خارجية وعم بيكون تنظيمها كتير منيح. شكر كبير للصحافة والسبونسرز أكيد لأنه من دونهم ما فينا نعمل ولا دورة. ومنتأمل مثل ما قال باتريك عن جد يكون في حضور. ندعي الجمهور, ندعي كل المدربين اللعيبة يجوا يشوفوا هالدورة الدولية حتى تنجح لأنه من دون جمهور ما حلو التنس أبدا. تانكيو للكل ومرسي لحضور. انضم فالفيردي مدرب فريق برشلونة لقائمة من 4 مدربين آخرين حققوا الانتصار في أول 5 مباريات خلال هذا الموسم الأول من الليغا بحسب ما ذكرت صحيفة سبورت. وهن الإنجليزي تيري فان بيلز والهولندي لويس فان غال وتيتو فيلانوفا والأرجنتيني تاتا مارتينيو. وأوضحت الصحيفة أنه فان بيلز انتصر في أول 5 مباريات موسم 84-85 بدأ أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة ثم ريال ساراغوس وإسبانيول وبيتيس ثم أوساسونا. كما كرر فان غال الأمر موسم 1997-1998 بالفوز على ريال سوسيداد وفالنسيا وديبورتيفو لاكورونيا ثم سبورتينغ خيخون وتينيريفي. وفي موسم 2012-2013 انتصر فيلانوفا في أول 5 مباريات أمام ريال سوسيداد وأوساسونا وفالنسيا ثم ختافي وغرناطة. وكان مارتينيو في موسم 2013-2014 آخر من حقق هذا الإنجاز قبل فالفيردي بالفوز على ليفانتي وفالنسيا وملاغا وإشبيليا ورايو فاليكانو. وأوضحت الصحيفة أن جميع هؤلاء المدربين حققوا الدوري في موسمهم الأول عدا مارتينيو الذي خسر البطولة في آخر جولة لصالح أتلتيكو مدريد. كما حقق عدد من المدربين الأمر ذاته ولكن ليس في موسمهم الأول مثل بيب غوارديولا في موسم 2009-2010. وبالعودة إلى أجواء المباراة فكان الطابع الأساسي فيها اللاعب والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي أبدع وسجل وأثبت بأنه هو لوحده فريق كرة قدم متكامل. سجل 4 أهداف من أصل سداسية فريقه.